مهندس طارق فارس لشكري يموه يلعب العرضية على القائم الأول عدت مرت فاتت جول 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي عن طريق أزبقي صالح نصر يضع هدف أول للنادي الأهلي من الكروس العرضي والكرة العرضية الجميلة اللي اتلعبت على القائم الأول عدت من مصطفى فوزي لكن واقف على القائم البعيد واخد المكان واخد البوزيشن الصح اللاعب صالح نصر يضع هدف أول للنادي الأهلي محمد فخري ركلة الحرة فخري يلعبها في المرمى جول 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 جوه جول هدف ثاني للنادي الأهلي عن طريق اللاعب محمد فخري ثاني أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء من ركلة حرة علي الملواني شيله جميلة يا ولد على التمريرة من علي الملواني مصطفى فوزي صعب مصطفى حط راجل جول 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 جوه جول هدف ثالث للنادي الأهلي ثلاثية للنادي الأهلي ومحمد فخري الهدف الثاني هدف ثاني لمحمد فخري ويلعبها مصطفى فوزي يعني مصطفى فوزي يلعبها عرضية ويقابل محمد فخري بهدف ثالث للنادي الأهلي يلعبها محمد فخري يا ولد يا ولد لصالح حط يا راجل حط يا راجل جول 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 جوه جول هدف رابع للنادي الأهلي عن طريق اللاعب صالح نصر لكن الاسيست الجميل من الحاوي محمد فخري الرسام بيرسم بورتريه فني ولوحة فنية جميلة للنادي الأهلي بتمريرة والتحرك نموذج نموذج التحرك نموذج للتحرك من الولد صالح نصر وسرعات صالح نصر وجمال لصالح نصر وبركات صالح نصر بركات الجديدة صالح نصر يضع هدف رابع للنادي الأهلي هذه المواجهة ومحمد شكري مواجهة مع السيد أشرف حارس مرمى فريق طنطا محمد شكري 14 هدف بيدور على هدف ال 15 وصدارة الهدافين محمد شكري شكري جول 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 جوه جول هدف خامس للنادي الأهلي خماسية للنادي الأهلي في شوط اللقاء الأول ومحمد شكري يرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 15 وليد لمحمد شكري شكري يلم شكري يعلق يلعب العرضية اتسندت فين يا راجل مصطفى فوزي جول 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 مصطفى فوزي ومعاها سجدة شكر من الكابتن إيهاب خميس هدف سادس للنادي الأهلي ومصطفى فوزي يضع هدف طال انتظاره كتير جدا مصطفى فوزي هدف طال انتظاره كثيرا من مصطفى فوزي هدف سادس وادي سداسية للنادي الأهلي فارس زياد عدى وانطلق زياد دور على حد يلعب عليه أو يسند عليه يشيلها جميلة حط يا راجل من غير استلام يا ولد جول لا استلم وعمل ولف ودار هدف بريحة وقيمة عماد متعب الولد أحمد الشامي يضع هدف سابع للنادي الأهلي استلم ولف ودار وحط في الشباك هدف تشم فيه ريحة عماد متعب هدف رائع للنادي الأهلي السلام على السبعية والسلام على الهدف الجميل من الولد أحمد الشامي عمل كل حاجة أحمد الشامي